السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت النهاردة إن أنا أسطب ستيبل ديفيجن، فهدخل على برنامج اسمه بينوكيو ده يساعدني في التسطيب. هقول له داونلود وأقول له إن أنا عندي الويندوز وأقول له ابدأ سطب، وبعد كده أفك الضغط وأقول له انستول، وهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب خلينا نحطه على الداونلود. ده برنامج اوبن سورس مساحته تقريبا 80 ميجا، لكن خطير جدا، تقدر تسطب كل برامج الذكاء الاصطناعي من خلاله. فهاجي هنا وابدأ افتح الملف واقول له سيت اب، وبعد كده اقول له ده المكان اللي هسيف فيه واقول له سيف، وبعد كده من قائمة ستارت هفتح بينوكيو، وبعد كده بيقول لك وان كليك انستول ويز بينوكيو، ضغط زر واحدة تسطب اللي انت عايزه. طب انا عايز تسطب ايه؟ ستيبل ديفيجن. لاحظ ان برامج كتير جدا من الذكاء الصناعي موجودة هنا. هنا مثلا ستيبل فيديو ديفيجن، تقدر تعمل فيديو من التكست. هنا ده ديفيجن ديفيجن اس دي اكس ال وفيس فيجن، كل ده تقدر تسطبه ويبقى عندك ريال تايم ستيبل ديفيجن، اي خط ترسمه يبدا ان هو يرسمه لك. طيب هنا ده الميوزك، هنا ستيبل ديفيجن وي بي يو اي، ده اللي انا عايزه، واقول له داونلود. ولو انت عندك الرابط كنت ممكن تحطه في اول صفحه ديت. لو دخلت على الموقع وجبت الرابط ممكن تبدأ تحطه هنا ويبدأ ان هو يسطب معاك. طيب على العموم احنا وصلنا له اهوت، وهقول له انستول. دي بيقول لي ان في بعض الحاجات محتاج ان انا اسطبها قبل ما يبدأ يسطب ستيبل ديفيجن، زي مثلا انكوندا ده بيشغل بايثون، فيبدأ هو يسطب كل حاجة ويحل المشاكل والحاجات دي كلها. لو انت بتعملها مانوال هتحتاج كل شويه يقولك ايه، طب سطب جيت، طب سطب بايثون، طب سطب اناكوندا، طب فهو يوفر لك على الوقت كتير قوي. نديله الوقت بتاعه وهتلاقي البرنامج شغال معاك. ميزة الفكره دي ان انت بقى عندك الستيبل ديفيجن على الجهاز بتاعك، مش لازم تخش على النارد ولا هتلاقي عندك، وتقدر ان انت تجرب حاجات جديده قبل الناس كلها. تبدا تعمل سيرش على اي مديول عايزه وتبدا تسطبه عندك وتبدا تشتغل بيه. يعني ممكن تسطب حاجة مثلا تحول صور لفيديو او صور لكتابة او وهكذا، فبيسطبهم واقول له اوكي واقول له سيف از. هختار من هنا انستول ستيبل ديفيجن اكس ال، يبدا بقى يسطب معايا، واقول له انستول دوت جي اس جافا سكريبت، فيبدا يسطب. والف مبروك، بقى عندك ستيبل ديفيجن خاص بيك. تقدر تكتب اي برومت انت عايزه وتقول له جنريت، وتقدر تكتب هنا نيجاتيف برومت، وتقدر تتحكم في الويتس والهاي اكتر من اي موقع تاني. واكبر ميزه هتلاقيها ان انت تقدر تعمل عدد لا نهائي من الصور في اي لحظه بدون ما حد يتكلم معاك، يعني ممكن تعمل 1000 صوره 2000 صوره، ده على الجهاز بتاعك. وفي مزايا كتيره جدا، في حاجات كتيره قوي بتقدر ان انت تتعدل فيها وتختار فيها، كأنك بتدمج كذا موقع في بعض. لكن العيب الموجود ان انت بتبقى معتمد على امكانيات الجهاز بتاعك، وممكن يكون الجهاز بتاعك بطيء. فهي دي العيب الوحيد اللي الواحد لقاه في الفكرة نفسها. انما الميزة ان انت معاك تقدر تعمل بقى صور كتيرة، تقدر ان انت تبتكر فيها، تقدر تدخل صورة وتعدل عليها image to image، ممكن تعمل تديله صورة وهو يديك المواصفات، ممكن تدرب موديل وتعمل موديل وتنشره بعد كده. فكمية لا نهائية من الفوائد من فكرة ان انت تسطب الستيبل فيجن عندك على الجهاز بتاعك. فيبدأ يطلع لك صورة. هي الصراحة خدت وقت كتير، تقريبا 8 دقايق، بينما على اي موقع تاني ممكن تاخد 8 ثواني. لكن الميزة ان انت تقدر تحط بعض الاعدادات كتيرة جدا، تقدر تعمل صور لا نهائية، تقدر تختار كذا موديل، تقدر تعمل موديل اللي انت عايزه، تقدر تضيف لورا زي ما انت عايز. اتنقلت من مرحلة ان انت مجرد بس بتدخل وتستخدم يوزر عادي، ان انت بدأت تشارك
في ان يبقى عندك حاجه خاصه بيك، والحاجه دي تقدر ان انت بعد كده تحطها على الموقع بتاعك وتربط الموقع بتاعك وتعملها خدمات للناس. لو انت عندك سيرفر حلو والاجهزه حلو، ليه لا ما تخلي الناس مثلا، ممكن تخلي متخصص مثلا في الحاجات بتاعه العماره وتعمل كذا ستايل، ويبدا الناس انها تشترك عندك على الموقع بتاعك. فيعني فكره نقله حلوه في خطوات الذكاء الاصطناعي.